السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات اقرأ. أنا النهاردة معايا رواية عظيمة بمعنى الكلمة. الرواية دي هتخليك تفكر في المليون سنة اللي أنت عشتهم قبل كده. مليون سنة؟ طب إزاي؟ ما أنا عايز أقولك، ما هو أنت لما بتموت ما بتنتهيش، طب برضه إزاي؟ ده اللي أنا أعرفه من أحداث رواية العنكبوت للدكتور مصطفى محمود، ويلا بينا بسرعة على أحداث الرواية. أحداث الرواية حوالين دكتور اسمه ميم داوود، دكتوراه في المخ والأعصاب، في اللحظات الأخيرة من حياته بيكتب مذكراته عن اكتشاف سر رهيب، وبيقول إن هو من قبل 6 سنين دخل عليه في العيادة شاب شاحب الوجه معه روشتة عليها تحويل من دكتور مشهور، والروشتة دي مكتوب عليها 5 كلمات: اشتباه في ورم في المخ. بدأ الدكتور يفحص المريض وما لقاش عنده حاجه تدعو للقلق، وبداوا يدردشوا مع بعض الى ان عرفوا بنفس المريض. قال له: انا اسمي راغب دميان، مهندس كهربائي، اقيم في 15 شارع ابن الوليد في حدائق القبه، وشغال في وحده ابحاث الراديوم بالقصر العيني. واثناء ما كان الدكتور بيدون الملاحظات اللي كان بيقولها راغب دميان، دخل في غيبوبه وبدا يتشنج الى ان هدات اطرافه، وبدا يحرك بقه وتطلع منه كلمات باللغه الاسبانيه واضحه، كانه يتحدث الى احد اصدقائه اسمه دونيس بيستيان. وبعد فتره فتح راغب دميان عينه كانه جاء من عالم اخر، فساله الدكتور: اين تعلمت الاسبانيه؟ او انت اخذت شهادتك من اسبانيا؟ مفاجاه ان راغب دميان عمره ما خرج بره القاهره ولا عمره اتعلم الاسبانيه. وهنا بدا الدكتور يشك في حاله راغب دميان. وبعد فتره بدا راغب دميان يتابع حالته مع الدكتور، وفي مره من المرات قام الدكتور بعمل رسم كهربائي للمخ، فوجد حاجة غريبة، ان في ذبذبة قوتها 90 مايكرو فولت بتظهر كل ثانية، ودي حاجة غير طبيعية. وهنا بدأ الدكتور يشك ان في حاجة غريبة في مخ راغب دميان، وان دي مش الحالة الطبيعية للمخ. وفي احد الزيارات لم يأتي راغب دميان، وهنا استغرب الدكتور لان راغب دميان كان مواعيده مظبوطة، فقرر الدكتور ان هو يروح له بيته في العنوان اللي هو قاله له عليه. وفعلا وصل لغاية البيت وسأل البواب فين راغب دميان ساكن، في انهي دور؟ قال له: في الدور السادس شقة 12. وهو طالع على السلم وجد سرسوب ميه سخنه خارج من شقه راغب دميان، قعد يرن الجرس يخبط على الباب محدش بيرد، فاضطر ان هو يبلغ البوليس. حضر البوليس وكسر باب الشقه، فوجدوا امراه في ملابسها الداخليه فارقه الحياه وعلى وجهها علامات الفزع، يبدو انها خطيبه راغب دميان، وان راغب دميان مش موجود في الشقه واختفى ولم يجدوا له اثر. فحضر الطب الشرعي والنيابه، واثناء ما هم كانوا بيفتشوا الشقه تسلل الدكتور الى الشقه، فوجد مكتب اقرب منه الى معمل، ولقى فيه ميكروسكوب، والميكروسكوب ده لقى فيه تحتيه شريحه عليها خليه جينيه، وجنب الميكروسكوب نوته حمراء مكتوب فيها شويه ملاحظات. فساله الضابط: انت تعرف صاحب الشقه؟ انكر، قال له: انا معرفوش، انا حد اتصل بيا وقال ان في حاله حرجه في العنوان دوت، وفعلا انا جيت على الفور بعد ما هو اتصل بيا. والدكتور خارج من الشقه اخذ الشريحه اللي كانت تحت الميكروسكوب والنوطه الحمراء، لان هو كان عايز يعرف ايه اللي بيبحث عنه راغب دميان وايه اسباب الابحاث اللي بيقوم عليها. وبقى راغب دميان جزء لا يتجزا من حياه الدكتور، وبدا يفكر فيه بشكل غريب. واثناء فحص الدكتور لاشعه راغب دميان، فوجد ان عظام الجمجمه ارق من الطبيعي، وده كان بسبب ازدياد حجم المخ والذبذبات الكهربائيه اللي قوتها 90 مايكرو فولت، ودي نفس الحالة اللي أصابت خطيبته. وهنا ربط الدكتور ما بين حالة مخ خطيبته وحالة مخ راغب دميان، فقرر ان هو يفحص مخ خطيبته. وصل المقابر بطريقة ما، ولما فتح التابوت ما لقاش راس الجثة، وهنا عرف ان راغب دميان لسه حي، وان هو اللي سرق راس الجثة عشان يكمل بقية أبحاثه. وبقى راغب دميان جزء من حياة الدكتور، وبدأ يفكر فيه بشكل غريب. وفي ليلة من الليالي كان الدكتور مصاب بالأرق، وهو لما بيسيبه الارق بيجيب الجرايد القديمه بتاعته يقعد يقرا فيها لغايه ما يروح في النوم. وهو بيقرا الجرايد لقى عنوان غريب: سرقه 10 ابر راديو من وحده ابحاث الراديو بالقصر العيني، ثمنهم 20,000 جنيه. وهنا الدكتور حس ان اللي سرق هو راغب دميان، واكيد ان في معمل تاني راغب دميان بيقوم فيه بابحاث تانية، والمعمل ده محدش يعرفه غير راغب دميان. وهنا بدا الدكتور يبحث عن راغب دميان عشان يعرف سر الابحاث اللي بيقوم بيها، وفعلا اشترى جهاز جايجر، لان الجهاز ده بيقدر يكشف اشعه الراديوم ومن ثم يقدر يوصل لراغب. وبدا الدكتور يضع خطه للبحث عن راغب دميان هيستخدم فيها السياره بتاعته وعداد الجايجر، وقسم القاهره الى مناطق، وان هو كل يوم هيبحث في منطقه شكل، لكن محاولاته باءت بالفشل. وبعد فتره من البحث فشل الدكتور بكل الطرق، وفي مره من المرات وهو مسافر لمشوار عائلي في طنطا على طريق مصر اسكندريه، وكان بيسوق عربيته بسرعه وكان بيفكر في راغب دميان، وفجاه عمل حادثه والعربيه بتاعته دخلت في الاراضي الزراعيه. واثناء ما كانوا الفلاحين بيساعدوه ان هو يخرج العربيه،
عينه جت على عداد الجايجر فلقى المؤشر بيتحرك، معنى كده ان هو لقط اشعاع ابر الراديوم وان راغب دميان في المنطقه ديت، بس حواليه ما لقاش غير فيلا صغيره، وهنا وجد راغب دميان ومعمله السري. سلل الدكتور الى الفيلا بطريقه ما ودخل الفيلا ما لقاش فيها حد، فقعد يدور على المعمل بتاع راغب دميان لغايه ما وصل له ولقى ووجد في المعمل ميكروسكوب وكرسي شكله غريب شبه كرسي الاسنان وابر الراديوم ومخ موضوع في حوض الفورمالين، وكان يوجد ايضا داخل المعمل بارافون. وفجاه سمع الدكتور صوت راغب دميان وهو بيفتح باب الفيلا ومعه احد الفلاحين، فاستخبى الدكتور ورا البرافون. وصل راغب دميان الفيلا وكان معاه احد الفلاحين واقنعه ان عنده جهاز يقدر يعالج الفلاح ده من الصلع، وبدات التجربه. حقنه راغب دميان بماده لونها ازرق وقال له خلال 10 دقائق هنقوم بالتجربه. جلس الاصل على الكرسي، وقبل ما تبدا التجربه حس الدكتور ان في جريمه هتحصل. بيبص حواليه لقى سكينه الكهرباء، فانزل سكينه الكهرباء وفشلت التجربه. ظن راغب دميان ان التيار الكهربائي انقطع، وبعد لحظات خرج راغب دميان من الفيلا هو والرجل الفلاح. وبعد لحظات اخرى عاد راغب دميان لوحده، واعاد الدكتور سكينة الكهرباء الى موضعها من خلف البرافون. وقام راغب دميان بحقن نفسه، وبعد 10 دقائق قعد على الكرسي ووجه الاشعة على دماغه، ودخل راغب دميان في نوبة وتشنجات الى ان هدأت اطرافه، وبدأ يتكلم بالاسبانية عن شخص اسمه دونيس بيستيان، ده كان مصارع سيران في الحرب الأهلية الأسبانية، إلى أن فتح عينه راغب دميان وكان بجانبه جهاز يسجل كل شيء بيحصل، ثم يدون ملاحظاته في نوتة. خرج الدكتور من الفيلا وأرسل خطاب لسفير مصر في أسبانيا بيسأل عن دونيس بيستيان هل له وجود فعلا ولا مش موجود، وبعد فترة جاء الرد إنه دونيس بيستيان مصارع سيران وفقد في الحرب الأهلية الأسبانية. وبدأ الدكتور يفكر ان الاحداث اللي بيتكلم بيها راغب دميان اثناء الغيبوبة فعلا احداث حقيقية ولم تكن هزيان. ومن هنا بدأ الدكتور يبحث عن سر المعجزة التي وصل اليها راغب دميان. وبدأ الدكتور يتردد على الفيلا بطريقة ما من غير ما راغب دميان يحس بيه. وفي مرة من المرات دخل راغب دميان ومعاه عنكبوت ضغط زي اللي موجود في المناطق الاستوائية، وبدأ راغب دميان يشرح العنكبوت واخرج منه مادة هلامية، وهذه المادة المسؤولة عن إفراز خيوط العنكبوت، وبدأ يضع عليها مجموعة من المحاليل ويقوم ببعض العمليات الكيميائية عليه. وبعد لحظات ترك المعمل ودخل ينام لمدة 2 ساعة. فخرج الدكتور من وراء البرافون يبحث داخل المعمل وعن نتيجة الأبحاث اللي بيوصل ليها راغب دميان، فوجد أن راغب دميان يبحث عن سر الحياة وعن المادة السحرية الباعثة للحياة والنمو والنشاط الموجودة في البراعم في النباتات والحيوانات المنوية في الحيوانات، وعن المادة الغلامية الموجودة في العنكبوت. وأثناء الدكتور ما كان بيبحث في المعمل فجأة لقى راغب دميان واقف قدامه في حالة مرضية صعبة جدا يكاد يقع في كل خطوة يخطوها. وبدأ راغب دميان يتحدث إلى الدكتور ويكشف له عن سر أبحاثه وإن هو قدر يكشف تاريخ الدكتور منذ بداية الخلق. وحاول راغب دميان إن هو يطلب من الدكتور إن هو يديله حقنة من المادة الزرقاء أو الإكسير اللي هو كان بيصنعه، لكن الدكتور ما كانش قادر يساعده ولا كان فاهم هو كان عايز إيه بالظبط، لغاية ما راغب دميان فارق الحياة ومات. وبدأ الدكتور يبحث ان ازاي راغب دميان وصل للنتائج دي، فقرر ان هو يشرح مخ راغب دميان ولقى كل الادوات اللي تقدر تساعده على التشريح، فقطع راسه واستخرج مخ راغب دميان، فوجد ان الجسم السنبوري اضخم من اللازم. وفعلا كشف سر بحث راغب دميان على الجسم السنبوري باستخدام التنبيه بالاشعاع. وبدأ الدكتور يجرب التجربة على نفسه، اراد ان يعيش مليون سنة من الماضي، وفعلا حقن نفسه بالمادة الزرقاء ووجه الأشعة على دماغه وجلس على الكرسي. وبعد 10 دقائق أزيح الستار عن عالم غريب، وجد نفسه في عصر من العصور الوسطى اسمه إيزاج الفارسي، تاجر عقاقير حكم عليه بالإعدام ويضرب السياف عنقه ومات، ولكنه لم ينته. فوجد نفسه في عصور مختلفة بأسماء مختلفة في أماكن مختلفة، لدرجة أن هو وجد نفسه على شكل تور مرة، ووجد نفسه على شكل شجرة في الغابات الاستوائية مرة أخرى، إلى أن توقف الجهاز وعاد إلى الواقع. فقرر إن هو يقوم بالتجربة مرة تانية على نفسه، وإن هو يدون مذكراته. وأثناء ما هو كان بيكتب مذكراته والحاجات اللي هو شافها، لقى إن السائل لونه اتغير وريحته اتغيرت. ودي كانت آخر ورقة من مذكرات دكتور ميم داود، فقد عثر عليه ميتا بعد ساعات في معمل راغب دميان.
دي كانت رواية العنكبوت، فعلا رواية رائعة، أحداثها أكتر من رائعة، غير إن أنت وأنت بتقراها هتاخد معلومات طبية كتير جدا، ومعلومات عن الخلايا وعن الكروموسومات وعن الجسم الصنبوري وعن حاجات كتير جدا. رواية فعلا رائعة، والأجمل من كده إن الرواية مش حجمها كبير، رواية تقريبا 100 ورقة بس، فعلا فيها كمية معلومات رائعة بل أكثر من رائعة. دي كانت رواية العنكبوت. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة واعمل لنا لايك وسيب لنا رأيك في كومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.